مرحبا، أنا أم مريم. جيت اليوم عشان أتكلم معكم على موضوع كتير مهم، وأتمنى من كل أسرة موجودة هنا بألمانيا تاخد كلامي على محمل الجد. الموضوع إنه بنتي اتعرضت لاعتداء جنسي بالحضانة بكوبلنز. أنا راح أحاول أتكلم على مجموعة من النقاط، وأتمنى إنه الفكرة توصل بشكل صحيح وسليم. أول شيء ذكرت بنتي انه تم انها استحمت بالحضانة، العملاء لبسها واستحمت بالحضانة، واخذتها المعلمة بعد ذلك لبستها فستان ابيض ولبستها حذاء ولبستها تاج، وطلبت منها انها تروح على غرفة معينة، قالت فيها ذهبي هناك واعملي اللي بيطلبوا منك للراجل الموجود هناك. بنتي راحت لهناك، تم قلع ملابسها ورجعت لعند المعلمة بتطلب منها وبتقول لها من فضلك الراجل قلع لي الكلوت بتاعي، من فضلك اطلبي منه يرجع لي الكلوت، ده عيب. تاخذها المعلمة وترجعها للراجل وتقول ليها اعملي اللي بيطلبوا منك. بعد هيك قالت لي بنتي دهن لها جسمها بالزيت، عمل لها جبنة على البوبو على الطوطة، وأنا بقصد بالبوبو بوبو أو بيبي بقصد به الفرج، والطوطة بقصد بها المؤخرة. عمل لها جبنة هناك وقالت لي أكلها ولحك لي ظهري، وحط البوبو بتاعه هو يعني بتاع الراجل القضيب، حطه لي يا ماما جوا في المؤخرة وفي الفرج. وكذلك حط، أنا فهمت من خلال كلامها، شي طويل هيك بلاستيكي. من خلال كلامها فهمت ان العاب جنسية حطوها لها هناك كمان في الفرج وفي المؤخرة. بعد بحثي على الانترنت، لان احنا هاي الشغلات ما عندنا بالبيت مشان تكون شافتها او مثلا بتعرفها ما بتعرفها نهائي، فهمت انها العاب جنسية موجودة تستعمل في هاي الاغراض. بعد هيك وصفت القاعة، وصفت ان بيها اسرة، وصفت ان فيها لمبة، فيها لمبات كثيرة جدا. وصفت كمان ان في اشخاص ماسكين بايدهم كاميرا، وصفت انه صوروها، وصفت ان المعلمة فرجتها على الفيديو اللي تعمل ليها مع الراجل. كمان وصفت انه في جنس جماعي ما بين المعلمات وما بين أشخاص موجودة هناك ذكور، وكانت بنتي وسط منهم. وذكرت كمان إنه في أطفال تانية بيتعمل فيهم نفس اللي اتعمل في بنتي، مو بنتي لوحدها، في أطفال تانية. وهلا إحنا عيلتين متضررين من في نفس الموضوع، أنا بنتي وفي عيلة تانية عندهم بنتهم في نفس الحضانة وقع عليها اعتداء جنسي هي كمان. بعد هيك تيجي بنتي تقول انه هذاك القضيب بيضعه في جميع اجزاء جسمها، بيضعه في وشها، على عينيها، على بقها، على انفها. كمان تقول انه بيعملوا حركات جنسية هي ورتها لي، بتدل على انه فعلا كلامها واقعي، يعني حركات جنسية على السرير، حركات جنسية على الارض، شيء يعني مؤلم، ما اعرف كيف راح اوصفه لكم. الشيء الثاني انه تم الاعتداء عليها اكثر من رجل، من خلال كلامها هي اللي بتحكي أكثر من رجل اعتدوا عليها. الشغلة الثانية إنها بتقول أنا بكون نايمة وبصحى بلاقي مية حارة بتقصد بها المي بتاع المني على بقها، بتلاقي على جسمها. المسكينة بتقول إنها بتنام تصحى بتلاقي شغلات غريبة، تقعد تصرخ، نامت وصحت ولقيت الدم طالع من البوبو وطالع من الطوطة، وقعدت تبكي تصرخ وما سكتش
غير لما قعدوا يهدوا فيها ودوها الحلوى. الشيء الثاني انه بيتم ادخالها هي والاطفال في اوضه، بيرموهم على الحيطه، بيتفوا عليهم، بيركلوهم، وبيضربوهم، وبيجبروهم على انه يعملوا هاي الشغلات مع هدول الاشخاص. اللي فهمته انه احيانا بيكونوا مخدرين، واحيانا بيكونوا صحيين على نايمين، يعني في حالة تخدير مو كامل جزئي. بنتي بتذكر كمان انه بيدوهم حلويات، وبيدوهم لبان بألوان، وبيدوهم قهوة فيها رغوة على حسب كلامها هي. هذا الشي اللي بتقوله، قهوة فيه رغوة معناته خمرة، هذا اللي انا فهمته. هي بتقول قهوة فيها رغوة حارة، وكمان بتقول بيدوني حلويات حارة. اخر مرة ادوها الحلوى، وهديك الحلوى رمتها، فمشان هيك استوعبت كل اللي صار عليها. الشيء الثاني قالت انه بيتم حقنها، بيتم حقنها بالابر جميع اجزاء جسمها خاصة في المفاصل، وتم حقنها في البوبو اللي هو الفرج وفي المؤخرة، بيتم اعطائها حجر عشان تعض عليه لما بيكونوا بيعملوا عليها هذيك الشغلات. انا اللي فهمته مشان ما يسمع صوتها، ومشان تقدر تستحمل الالم. بنتي بعد هذا الحادث عندها صعوبة في التبول، عندها صعوبة في الاخراج، عندها تشققات جوا في المؤخرة، وعندها كمان صعوبة جدا انها تقعد، حتى اني عشان اعمل لها الدواء بلاقي صعوبة. فرجاء رجاء، الشي اللي انا بقوله شيء حقيقي حاصل على بنتي، مهما وصفته ما راح اقدر اوصف لكم الالم اللي بتعيشه بنتي، الالم اللي بتعيشه عيلتها. الشيء اللي لازم تعرفوه إنه مريم بنت ذكية كثير، نبيها، يعني رغم صغر سنها إن لو شافت الشيء مرة واحدة تتذكره على طول. وكمان بتشاور وبتقول لك وديني هناك وأنا راح أودي وراح أوريكي هدول الأشخاص. بنتي بتقول شيء واقع عليها، وكل اللي صار فعلا موجود. ولا اللي استنتج من خلال كلامها انه هدول الناس تجار جنس، واذا كانوا تجار جنس ما راح يهمهم جنس الطفل شو، انتمائه شو، راح يهمهم بس الفلوس فقط. هذا الشيء اللي صار على بنتي اليوم راح يصير على اولادكم بكره، وما راح اقدر اوصف لكم شو الشعور اللي انا بحس بيه، لانه الله سبحانه وتعالى اللي مطلع على قلب كل بشر، وهدول الناس مو بشر، هدول وحوش آدمية. شايف هدول اللي بيعملوا هدول الشغلات في الأطفال وحوش آدمية، ما يستحقوا حتى ينتموا للبشر. فرجاء، أنا تم الاعتداء على بنتي جنسيا من خلال أشخاص مو واحد، أكتر بتشاور لي ما بين 3 و5 أشخاص من غير المعلمات، بيعملوا جنس جماعي. تم إدخال القضيب إلى جفر الأول وفي الأمام وفي الخلف، ألعاب جنسية عملوها عليها، الاستحمام، انتهكوا جسمها بشكل لا تتخيلوا. أبشع شيء ممكن تعيشه الأم. فرجاء أتمنى إن صوتي يوصل لكل أسرة موجودة هنا بألمانيا، إنه هذا الشيء اللي صار علي وعلى هذيك الطفلة المنتمية لعيلة ثانية راح يصير على أولادكم. صدقوني راح يصير على أولادكم. شكرا لاستماعكم، وأتمنى دعواتكم لبنتي بالشفاء، وإنها تنسى هاي التجربة المرة وتعيش حياة طبيعية مثل باقي الأطفال.